أمشي معاكم في نص قاله القديس بولس وسميها أنواع الحب. لكن هو قبل ما نقول أنواع الحب للبشر، هو الحب هو الكلمة الوحيدة اللي تدخل السم، بس ليها شقين، حب ربنا وحب الناس. فاكرين السؤال اللي جه واحد يسأله ما هي أعظم الوصايا؟ قال له حب ربنا وحب قريبك. بس حب ربنا تحتيه تفرعات كتير، الصلاة، خوف الله، كره الشر، كل ده تبع حب ربنا. حب الناس تحتيه تفرعات كتير، احتمال الناس، خدمة الناس، الرحمة بالناس، تستر على الناس، تعذر الناس. إذن كلمة حب هي الكلمة الأساسية، لكن تحتيها في أكشنز كتير وأتيتيودز كتير، إن كانت خاصة بالله أو خاصة بالناس. تعالوا النهاردة نتكلم عن المحبة لأنواع البشر، وهناخدها من نص مش باين عليه أنه محبة، لكن هو كله محبة. ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم. ركزوا في الكلام إنجليش أو عربي. وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. سالموا بعضكم بعضا. ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انظروا ألا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. هنقسم النص ده على أنواع من البشر، وكل نوع من البشر يتحب إزاي. يعني هو النص كله تعاملات، لكن التعامل مع كل بشر مختلف من إنسان لإنسان، لكن تحت عنوان كبير اسمه الحب. هتفهموها لما أشرح. النوع الأول، النوع الأول عاوز أسميه الذين يتعبون بينكم. أول نوع هنقول لازم نحبهم اللي تعبوا معك. يقول نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا، تعرفوا هنا مش تنو، to recognize. عارفين الفرق بين to know وto recognize؟ يعني ميز، يعني خلي بالك. ما هي to know دي ما انت عارفه، يعني ابوك مثلا ما انت عارفه، لكن to recognize انه تعب معاك، لا ده مش بتيجي غير لما تركز. الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم وينذرونكم وان تعتبروهم جدا في المحبة من اجل عملهم. طيب مين اللي بيتعبوا معانا؟ أنا بتكلم في النوع الأولاني، أبائنا بالجسد، أهلينا، أمهاتنا، الكهنة اللي خدمونا، أب اعترافك، الخدام اللي تعبوا معانا في تربيتنا زمان في مدارس الأحد، زوجتنا أو أزواجنا، الأوفياء عموما أو اللي بيتعبوا، الكبار، ناس كتيرة كبار ادونا خدمونا بشكل أو بآخر. ده أول نوع نقدر نقول مطالبين نحبه أولا. وعلى فكرة النوع ده من أكتر الأنواع اللي تهمل في المحبة. تلاحظوا أن أنتم ممكن تنسوا أهليكم، تنسوا اللي خدمك زمان، وتبص تعلقيه معدي في الكنيسة تطنش، مش ده كان أستاذك وقعد معاك 3 سنين مثلا وزارك في البيت وادالك دروس روحية، أنت إزاي يعني؟ ده المفروض تجري عليه وتبقى عاوز تبوس إيده يعني. والديك دول اللي عملوا معاك شغل كتير قوي عشان تبقى كده يعني، ازاي تنساهم في الايام المهمة دي؟ فهنا اول نوع هو الذين يتعبون بينكم، يتعبوا معاك. فمقصود بيها ناس خدموك انت قبل ما تبقى انت خادم. مطلوب تعمل ايه؟ ويدبرونكم، منهم كمان المرشدين، في واحد ارشدك. طب هو ده قليل؟ ما يجوز من غير الارشاد كنت انت تلخبطت خالص. أباء الاعتراف، إذن كل دول كاتيجوري معين محتاجينه قوي نحطه في الاعتبار. طب النوع ده إحنا مطالبين بإيه؟ يقول برضو لسه بيقول وينذرونكم، أنا حاطط كل ده نوع واحد، اللي هما ممكن واحد يشد عليك بس على فكرة تلاقي إنك كنت محتاج الشدة دي قوي، فبدل ما تزعل منه المفروض تقدر وتقول أنا لولا الكلمة الناشفة دي أنا كنت يمكن ضعت. يبقى حتى اللي وبخك في يوم تبص له بحب وتعتبره، تريكوجنايز انه عمل فيك فايده. طب انا احكي لكم حاجه شخصيه. وانا صغير شماس في الكنيسه،
قال لي كان عندنا شماس شديد قوي، ربنا يديله العمر والصحة. فكان جاي جنبي كده وقال لي دي واقفة يوقفوها، احنا كنا لسه مثلا ستة ابتدائي، فاحنا ايه كان قداس عيد، فالواحد كسر رجله، عارفين كسر رجله يعني ايه؟ يعني محمل على رجله وايه مايل شوية كده. قال لي دي واقفة يوقفوها قدام ربنا. انا الحقيقة لغاية النهاردة القصة دي فات عليها حاجة 40 سنة، كل لما اجي اكسر رجلي اخاف من الاستاذ فلان اللي يطلع لي. انما الحقيقي خلاني عسكري في القداس، يعني هو فادني، صحيح كان ناشف بس في الاخر هو فادني، لاني خلاني منتبه. انت تقف قدام ربنا كده، اذا احنا ساعات النوع ده بيزعلنا بنتضايق منه، بس ابوك زعق فيك قبل كده، بس لولا الزعيقه دي كنت اتلويت، كنت اتعوجت، كنت مشيت غلط. طب انت ليه بتزعل من اللي يشد عليك طالما بيحبك؟ المديرين المسؤولين امناء الخدمه كل دول يتحطوا في الكاتيجوري الاولاني. طب نحبهم ازاي؟ المطلوب يقول تعرفوا الذين يتعبون بينكم تعتبروهم سالموهم. تعرفونهم يعني ايه؟ تعرفونهم يا جماعه يعني التقدير. النهارده هنوزع عليكم ورده كل واحد في الاخر، وهنقول لك شوف شخص من الست انواع اللي احنا هنعرضهم النهارده تدي له الورده بس ما تاكلهاش. يعني شوف اي شخص حاسس انك نفسك تدي له ورده وتقول له متشكر، بحيث ده اول نوع بس اللي تعتبره. الاعتبار هنا في ناس كتير قوي يا جماعه خلاص الهدايا ما تفرقش معاها، الفلوس ما يفرقش معاهم، بس كلمه اشكرك تفرق معاهم جدا، او كلمه انا من غيرك ما كنتش تفرق معاهم جدا. هي دي تعتبره. انت نفسك لما تكبر هتحس بكده، انك مش فارق معاك ولا حاجه الا ان الناس اللي انت خدمتهم يرجعوا يقولوا لك احنا ما ننساش فضلك، دي حاجه كبيره. تعتبروهم. يبقى التقدير بالكلام بالهدايا بالسؤال بالاهتمام حاجة كبيرة قوي. احنا الحتة دي بنهملها لان احنا دايما باصين ايه على اللي ورانا وعلى اللي قدامنا وعلى اللي تحتينا. طب واللي قبلينا واللي تعبوا معانا يتنسوا يتقفل عليهم؟ لا، ده ضد الحب. يعني المسيح له المجد ما شكرش في حد قبل اللي قبله. اللي قبله كان مين؟ يوحنا المعمدان. مش حد خد شكرانية وتقدير من المسيح قد اللي سبقه وقد أمه العذراء كمان. إنما اللي بعديه طبعا شبه حب بطريقة تانية. تعرفوهم تعتبروهم الاحترام الشديد. مجرد الاحترام دي حاجة كبيرة قوي. التلمذة، إنك تفضل صغير قدام أستاذك مهما كبرت على فكرة ومهما عرفت، تفضل أنت باصص للي قبلك، ده حاجة كبيرة لأنه خدمك تعب معاك. حتى لو انا شفت اساقفه بيبوسوا ايدين كهنه معكوسه، بس يقول لك ده كان استاذي، ده اللي رباني. فهو بعيدا عن الطقس الموضوع واخد بعد اخر، ده انا كنت صغير وهو اللي كبير بالنسبه لي. سالموهم يعني على الاقل الناس دي تفادى المشاكل معاهم. يعني ما ينفعش انك تبقى ليك مشكله مع والدك مع والدتك مع ابونا بتاعك مهما اختلف طبعه، يمكن كبر في السن، يمكن بقى عيوبه واضحه، بس لازم تعتبره وبالتالي تسالمه. اقل دور تعمله انك تحتفظ بسلامك معاه، تتفادى المشاكل وتحتمل ضعفاته ونقائصه. النوع الثاني سماه الكتاب، سماه القديس بولس انذروا الذين بلا ترتيب. مين الذين بلا ترتيب؟ دي ده فئه مختلفه خالص. دي الفئه الاولى، دول ناس تعبوا معانا باي شكل. الفئه الثانيه دول ناس بعاد عن ربنا، او نوع الناس مستهتره مثلا، او الناس السطحيين. ما هي بلا ترتيب انرولي يعني مفيش رولز في حياته. في ناس كتير كده، ما يحبش النظام، ما يحبش يرجع لحد، ما يحبش يوطي راسه، ما يحبش تحط له قانون روحي، ما يحبش الصلاه بالاجباري، ما يحبش يجي الكنيسه بانتظام. طيب ودول ايه دول؟ دول لازم يتحبوا برضه، بس هنشوف يتحبوا ازاي. الناس غير الروحيين، الناس اللي ملهاش في الالتزامات عموما. في واحد كده عدو الالتزام، مهما تتفق تلاقيه مش ملتزم. المدمنين طبعا،
عموما غير ملتزمين بأي قواعد، وما أكثرهم في مجتمعنا أو مجتمعات خدمتنا. طيب النوع ده مطلوب مننا إيه؟ تحبه إزاي؟ يقول أنذروهم. يبقى تاني نوع أنت محتاج تبصله لما تشخصه، بتشخصه بحب. يعني أنت شفت واحد من ولادك في الخدمة، أو أخوك في الجسد، أو ابن عمك، مفيش مبادئ في حياته، ماشي غلط، هيضيع. طيب انت تتفرج عليه لغاية ما يموت مثلا ويروح النار، مش بتحبه؟ طب ما انت لازم تقول له حاجة، ما ينفعش تسيبه كده. هتقولي لا ما انا مش هيقبل مني، جربت مش هيقبل منك؟ ما يمكن يقبل منك. وانت ليه هتقولها له بزعيق يعني؟ ما انت هتقولها له بأدب. احيانا هذا الدور، الدور بتاع الانذار، احنا كلنا بنكش منه. يقول لك يا عم كبير يقول له، كبير؟ طب ما يمكن الكبير مش عارف يقول، او مالوش كبير، مش ده اخوك في الاخر بتحبه؟ وانت لو لقيت واحد العربيه هتتقلب منه، مش هتقول له هدي؟ مش هتقول له فرمل؟ هتقول لا مش هيسمع لي؟ احيانا بنخاف. لا ما تخافوش حتى لو اترفض، بس في طريقه للانذار. يبقى الارشاد التوضيح، وضح للشخص خطوره الوضع. انذره معناها احد معانيها يعني انه اقنع اللي قصادك بخطوره الموقف، اقنع المدمن بخطوره الادمان، اقنع الملحد بخطوره الالحاد، اقنع المستبيح بخطوره الاستباح، اقنع بالراحه، اقنع اللي بيشتغل 18 ساعه بخطوره العيشه دي اللي ما فيهاش كنترول، دي ما فيهاش رولز. فطبعا لما تقنعه الحقيقه انت انقذته لانك انذرته. بس انذروهم بمحب، وده التعبير اللي قاله بولس لما اتكلم في اعمال 20، قال متذكرين اني 3 سنين ليلا ونهارا كنت انذر، لم افطر عن ان انذر بدموع. في فرق بين الانذار ووشك مكشر وعينك حمراء وبتشخط، وبين الانذار وانت خايف على الشخص، خايف عليه. صعب قوي واحد يرفض واحد بيكلمه والدموع في عينيه، صعب، لأن واضح انه ده حب، ده مش متغاظ منك، ده خايف عليك. طبعا مش بالضرورة تبقى الدموع حرفية، بس اللي قدامك بيحس انت بتنذره بدافع الحب، ولا لأنك متغاظ من قرفه، من عدم نظامه، من خطيته. لا ده موقف مختلف خالص. ما تسيبهمش لأخطائهم، حرام عليك يهلكوا وانت بتتفرج. ما تقفش متفرج، توقف، توقع رد فعل يمكن جزء كبير يتجاوب. بصوا بنفس المعنى قالها القديس بولس في غلاطية 6، أيها الإخوة إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما، اصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. فيها فكرة الإنذار والإصلاح، لكن أنت وديع وأنت بتعمل كده، ما أنتش عنيف. النوع الأولاني كان مين فاكرينهم؟ اللي تعبوا معاكم. النوع الثاني اللي بلا ترتيب. تعالوا نشوف النوع الثالث. النوع الثالث سماهم صغار النفوس، شجعوا صغار النفوس، وكلكم طبعا سمعتوا عن النوع ده كتير، وتقريبا والحمد لله كلنا في النوع ده، وكل الناس كلها في النوع ده. قال شجعوا صغار النفوس. الصغار النفوس دول بقى ممكن يكون أي شخص مبتدئ روحيا عنده صغر نفس، يعني اللي بيدخل الخدمة جديد عنده صغر نفس. ليه؟ باصص لكم كأن انتوا عمالقة. طبعا لما بيقدم بيفهم ان الموضوع ايه كده وكده يعني. انما في الاول يا نهاري دول كارزين، ده الواحد منهم سافر 5 مرات وبيبص لك بقى مخضوض، انت بقى سافرت وبشرت بقى. طبعا هو يعرف بعد شوي، لكن هو بيبقى داخل مبتدئ. وهكذا اللي داخل على الجامعه جديد بيبقى عنده صغر نفس، اللي داخل حضانه حتى جديد عنده صغر نفس، اللي داخل الجواز اكيد عنده صغر نفس وبيجي له صغر نفس. فاي حاجه جديده الواحد بيستقبلها الاول باحساس القله، احساس الخوف. يبقى عاده كل مبتدئ محتاج تشجيع. مبتدئ في الاعتراف، الموعوظين عموما اللي بنخدمهم مبتدئين محتاجين تشجيع جدا، لان هو
بالنسبة له حاجة جديدة وخايف، مش فاهم الإنجيل، مش فاهم الكنيسة، وحاجات كتيرة لسه ألغاز. فإذا أي مبتدئ في أي مجال هو صغير النفس يحتاج تشجيع، وده حب برضه. صغيرين سنا عموما عندهم صغر نفس، وبالتالي حط ده كله مع ابتدائي وإعدادي. الفقراء كلهم بدون استثناء تقريبا عندهم إحساس القلة، لأنه باصص إن في ناس أغنى وأفضل. بالذات بقى لما يجمع اتنين من دول، تصوروا طفل وفقير، يبقى أكيد صغر نفس، لأن الطفل السن يديله إحساس إنه قليل، والفقر يديله إحساس إنه قليل، ولو كمان دخل على المدرسة جديد إحساس ثالث، يبقى صغر نفس من كذا جانب. المريض بيجيله صغر نفس، ساعات يبقى واحد شخصيته قوية واثق من نفسه، وبعدين لما يرقد كام يوم يتهز، ثقته بنفسه تتهز. المهملين أو المزلولين، أي شخص تعرض للإهمال أو للنقد الكتير أو للتعنيف أو للأبيوز، كل دول صغر نفس، فتقريبا كل الناس. يبقى نوع ثالث في حياتنا مطالبين إن احنا نقدم له الفالنتاين أو الحب، هو صغار النفوس. الجهال عموما، أي واحد جاهل بأي معلومة بيحس شوية إنه صغير النفس. طب إيه المطلوب؟ مطلوب كلمة واحدة اسمها التشجيع. بصوا بقى، ربنا عامل كل الأدوار دي على فكرة. يعني ربنا يعتبر للي تعبوا معاه، أنبياء ورسل وناسه غالين جدا عليه. ربنا ينذر الذين بلا ترتيب. ربنا مشجع جدا لكل صغار النفوس. بصوا بقى أرمية واحد مثلا، يشوع واحد، موسى في خروج ثلاثة، كل الإصحاحات اللي فيها واحد بيبتدي. بص شوف ربنا بيدلع ازاي وبيطبطب ازاي وبيشجع ازاي. هات اي واحد بيبتدي مع ربنا وتعلم التشجيع على اصوله، يكبره ويسهل له المسائل ويقول له انت كويس وانا معاك ومش هسيبك وكله هيمشي. كلهم عدوا على دي، ارميه، جدعون، موسى، يشوع. الكلام الايجابي عموما هو التشجيع. الحب يحتاج انك تقول كلام ايجابي، بما معناه انت كويس، انت ربنا هيشتغل بيك، انت ربنا بيحبك، انت هيطلع منك حاجة كبيرة. هي دي فكرة شجاع وصغار النفوس، تشجيع حب. في ناس التشجيع بالنسبة لها اغلى من اي هدية في الدنيا، واغلى من كنوز الدنيا كلها. الاحترام تشجيع، التقدير تشجيع، البشاشة والترحيب تشجيع. يبقى التشجيع ده له صور كتيرة قوي، وكل ده اسمه حب. كمان ما تقارنش، لانك وانس قارنت طلعت واحد اقل من التاني. حتى لو ركزت في تشجيع المتميز، طب ما هو التاني اتعور. فدايما حاسب من اي مقارنة بتحصل، لان ده على طول هيظلم شخص. المسيح ما كانش بيقارن بين الاتناشر، كان شايفهم كلهم حلوين. المسؤوليات المحسوبة صورة من التشجيع. لما بتدي واحد responsibility بيحس ان هو يعني you trust him so I should trust myself، بتبقى دي الفكر. بدل انت كبير حاطط فيا الثقة، I'll try to prove this trust، انا اعمل كل جهدي عشان اثبت لك اني قد ثقتك. والعكس، لو انت لمحت له انا مش قادر اثق فيك، هيثبت لك انه ما ينفعش. فهنا المسؤولية المحسوبة، لانك ما تحطلوش في مسؤولية فوق طاقته، هو يتعب بعد كده. عموما أن ترجو من كل شخص أنه حتى لو وقع يقف تاني ويكمل ويبقى أحسن، هو ده برضو نوع من التشجيع. النوع الرابع، الثلاثة الأولانيين عاوزكم تحفظوا. أول نوع قالوا بولس اللي هم تعبوا معاكم، النوع الثاني الذين بلا ترتيب، النوع الثالث صغار النفوس، النوع الرابع سماهم الضعفاء. كاتيجوري جديد في عالم الحب، الضعفاء. الضعفاء زي مين؟ زي أي شخص ضعيف فيزيكالي، جسديا ضعيف، واحد مسن، واحد بيعرج، واحد مش بيشوف، واحد سمعه تقيل. تأكد إن الناس دي مش محتاجة بس تشجيع، دي محتاجة كمان مساندة، دي including اللي قبلها. ومحتاج تشجيع لكن محتاج مساندة. عارفين as simple as لو واحد مش بيسمع، ما يصحش انك تتكلم بصوت واطي. البابا شنودة في اخر حياته حبيبي كان سمعه تقل،
فكنا كلنا أولاده حريصين أنه ما يصحش أبدا تتكلم ويضطر يقول لك قول تاني، ما يصحش. فاهمين إزاي؟ بس غصب عنه هو من ثقته بنفسه ما كانش عنده مشكلة أنه يقول قولها تاني، فكان لازم أعلي صوت. هي دي المساندة، فاهمين؟ المساندة ببساطة هي احترام الضعف والتعامل معاه. فلو واحد عاوز يسند على ايديك اهلا وسهلا، اخد بركة. فالمساندة بكل اشكالها ده حب. احنا ساعات بقى نعملها مع البابا شنودة، لكن ما نعملهاش مع الناس اللي ايه القليلة يعني. لا دول يعني دول لا يقلوا اهمية. في نوع تاني هو ضعيف الارادة، في واحد فيزيكالي فت لكن ارادته ضعيف، ارادته ضعيفة، لا برضو ده اسمه اسناد الضعفاء. افضل وزه كده، افضل سخنه موتيفيشن عشان يسخن، لان هو ارادته ضعيف، وده ممكن يطلع منه حاجات حلوة جدا بعد كده. فاذا هو صغير النفس وكمان ارادته ضعيف، ممكن يبقى ضعف نفسي. في واحد عنده كآبة مزمنة وماله، يبقى خادم زينا واحسن. واحد عنده قلق نفسي، واحد عنده فوبيا من الطيارات او من الحشرات او وماله، ده ضعفه برضه. اسندوا الضعفاء، ده مش معناه ما ينفعش، لا ده يتحب ويتسند ويحترم زيه زي اي حد تاني. دي نقطة ضعف زي اي نقطة ضعف اخرى. طبعا الصغار عموما بيبقوا محتاجين المساندة، لانه صغير النفس بيبقى ضعيف، والضعيف غالبا صغير النفس. المطلوب ايه؟ المطلوب كلمة واحدة اسمها اسندوا، اتقالت في حتة تاني ايه؟ يجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء. ما يصحش تقول لواحد مش قادر يمشي ما تمد شوية، نو ده جرح، ده مش حب، ده مش حب. ما يصحش تزعق في راجل كبير اكمنه نسي فبيكرر كلامه، لا ده غصب عنه مش مركز او بينسى، فحاسب. ده اسمه احتمال ومساندة، لكن هو في مرحلة ما ينفعش انك انت تتضايق، لا يبقى ناقص حب على طول. ولا نرضي انفسنا، لانه هنا ارضاء الاخر معناه احتماله واحتوائه ومساندته، فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لاجل البنية. مرة تاني يقول من هو ضعيف في الايمان، في واحد ضعيف في الايمان بيخاف، مش قادر يثق ان الميشن هتمشي كويس. في واحد لسه ضعيف في الايمان مش قادر يخطو خطوة التوبة، طب وماله؟ اسندوا الضعفاء، ما قالش اعدموا الضعفاء، ما قالش تجاهلوا الضعفاء، فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار. هنا كان بيكلم عن ناس موسوسة شوي، يعني إيمانها ضعيف لدرجة يخافوا قوي من الحرف، فقال اقبلوه، ما تقعدوش تتريقوا عليه وتقولوا ده موسوس، ده بيحسبها بال مش عارف بالأكلة والمعلقة. يا أخي بالراحة عليه، إيمانه كده. هنا القبول غير المشروط، يعني اقبل الضعيف بدون شروط واسنده عشان يقدر يطلع بيك او تطلع بيه حتة. اشركه في عمل بسيط عشان يقدر يتحرك، تدرج مع التشجيع لغاية ما يخطو خطواته الاولى، طول بالك عليه. ادخل على النوع الخامس، يلا نراجع، معلش تكراري علم الكارز. اول نوع ها اللي تعبوا معانا، النوع الثاني بلا ترتيب، الثالث صغار النفوس، الرابع الضعفاء، الخامس الجميع. جاب من الاخر وقال ايه؟ كله بقى، كله. طب ايه صفة الحب اللي تعم مع الكل؟ تأنو. ودي من اكتر صفات الحب اللي مش فينا، ان احنا خلقنا ضيق، بنستعجل النتائج، عاوزين اللي قدامنا يمشي صح على طول، وانت نفسك مش ماشي صح. كلمة تقولها مرة، ده ربنا بقاله ألف مرة بيتكلم محدش معبره. تأنى يا أخي، تأنى على الجميع. هنا اللي ما بيتغيرش طول بالك عليه، هيتغير. طب اللي عيوبهم واضحة فاضحة برضو طول بالك عليه، بكرة هيبقى كويس. طب المستفز طول بالك عليه، ما جابش ولا مرة سيرة اركنه
اكسايل اعدمه، ان في تجاهله، ما فيش حاجه كده في الحب. الملحدين طول بالك عليهم، كتير قوي من اللي وقعوا في الالحاد رجعوا بعد سنين ايمانهم قوي جدا، لكن كان لازم حد في حياتهم باله طويل ما قفلش الباب. كتير من اللي ارتدوا اغلبهم بيرجعوا، لازم يكون في حياتهم شخص باله طويل فضل عنده رجاء ان هم بعد ده كله هيرجعوا. المعارضين المقاومين كل دول محتاجين طولة بال. المطلوب ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، خلي الناس تقول من اجل محبته باله طويل. يبقى المحبة تتأنى، المحبة بتبان في طول البال. ما ينفعش يكون عندك محبة وانت نفسك قصير، لا، ناقصك محبة. محبة تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو كل شيء، تصبر على كل شيء. طبعا بصوا على ربنا مع يونان مثلا، عشان داخلين على يونان. بصراحة لو ربنا ما عندوش طولة بال، لا يونان كان نجا ولا نينوى كانت نجت. لكن ربنا من محبته في يونان طول باله عليه فرجع عدله، ومحبته لنينوى طول باله عليهم فنينوى تاب. يبقى واضح انه المحبة لازم تتأنى، وطول الأناة هو اللي بيجيب نتائج في الآخر. ماري مرقس لو ما كانش القديس برنابا باله طويل واحتواه حتى بعد سقطته وخوفه من الكرازة، ما كانش ماري مرقس بشر بلادنا. الصبر معناه انك تنتظر ان الشخص يتغير، بس ما تزنش قوي، يعني اعمل سبيسنج بين كلمة وكلمة، لان في واحد مع طول الأناة زنان. لا يعني برضو ايه، انت مش قلت للشخص طب اديله فرصة يحاول، لكن قلت له تقول له تاني وتالت ورابع، لا ده كده يتخنق، ده ما فيهاش طولة أناة دي. لا، المتابعة عاوزة تبقى فيها حكمة، قول واستنى شوي، بعدين قول تاني واستنى شوي تاني، وما تستعجلش. آخر نوع، نوع السادس تالي ده الأخير، انظروا ألا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. اللي هم الأشرار بقى، نراجع الخمس أنواع. أول نوع قلنا إيه؟ اللي تعبوا معانا، أهلينا بالذات وخدامنا. النوع الثاني بلا ترتيب، الناس المستهترة. النوع الثالث صغار النفوس. النوع الرابع الضعفاء. النوع الخامس الجميع. نوع بقى حتى يمكن تنسى أنه من الجميع، هو الأنمز بقى، المتعبين بقى، اللي بره المجموعة دي خالص. ده واحد ضدك، ده واحد بيأذيك، ده واحد حطك في دماغه. العنفاء، الكذابين، الغشاشين، المتعبين، اللي بيكرهوا المسيح، اللي بيكرهوا الكنيسة. طب دي فئة ايه دي؟ دي فئة تتحب؟ اه تتحب برضه، بس بطريقة، زي ما كل فئة ليها طريقة للحب، ده لا له طريقة للحب. الطريقة هنا ايه؟ ما تجازيش شر بشر، اعمل خير مع الشرير، اكسر عينه لا مؤاخذة بالخير. إن جاء عدوك اطعمه، إن عطش عدوك اسقيه، لأنك تجمع جمر نار على راسه. لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. قول كلمة حلوة لواحد بيقول كلمة وحشة. صلي من أجل واحد بيدعي عليك. هي دي بقى الكاتيجوري الأخير والأصعب عادة. وعشان كده صعب قوي نقول إن إحنا بنحب أعدائنا وإحنا ما بنحبش اللي تعبوا معانا أو ضعفاء أو ليس لنا تأني على الجميع. إحنا بنتكلم في إيه؟ غالبا دي تصاعدية، لازم تكون عملت اللي فات الأول عشان توصل للصعبة دي. أراجع تاني، يقول افرحوا. عشان نوصل لده كله لازم تبقى أنت مليان روحيا عشان تقدر تعمل، أقولهم كلهم تاني، تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة، سلموا بعضكم بعضا، انزلوا الذين بلا ترتيب، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انظروا ألا، شجعوا صغار النفوس، نسيت أقولها، انظروا ألا يجازي أحد أحد عن شر بشر. عشان نوصل لأن الواحد يعيش في حالة حب فالنتاين طول العمر لكل الفئات بكل الطرق، محتاج يبقى هو نفسه في حالة روحية قوية، فيرجع يركز عليك بقى ويقول لك افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. الفرحان بيقدر يعمل ده كله، بيقدر يشجع، بيقدر يسند، بيقدر يطول باله،
بيقدر يقبل الإساءة بالغفران والخير لأنه فرحان، لأنه في حالة صلاة، لأنه شاكر. فالحالة الروحية القوية هي اللي تساعدك أنك تفضل تدي حب لكل الفئات مهما كانت صعوبتها. لا تطفئوا الروح، لأنه من غير الروح القدس مش هتقدر تعمل ده كله. كأننا بلخصها تاني، كيف تصل إلى حب لكل الفئات؟ افرح على طول، صلي بلا انقطاع، اشكر، تمم مشيئة الله. قال بعد كل الكلام ده لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح، يعني ربنا عاوزك تعيش حالة حب لكل الناس طول الوقت، بس معبر عنها لكل فئة بطريقة قد تكون مختلفة عن التاني. خليك مليان بالروح، لأن ثمر الروح هو المحبة. تصلي كويس، تحب أكتر، تتوب أكتر، تعرف تستحمل الناس أكتر، وهكذا. برضو عشان نقول نتملي إزاي، لازم تسمع تستقبل كلام ربنا أول بأول. امتحنوا كل شيء. أنا بجري عشان آخر آيتين، يعني مش عاوز أطول. افحص نفسك، لأن أي غلطة أي خطية تدخل تهد الجو الجميل ده، تبوظ السيستم الحلو ده. امسك في الوصية، امتنع عن الشر وشبه الشر، خليك دايما ساعي وراء السلام. هراجع الشاشة الأنواع. النوع الأولاني سميناه يتعبون بينكم، النوع الثاني الذين بلا ترتيب، النوع الثالث صغار النفوس، الرابع الضعفاء، الخامس الجميع، السادس الأشرار. كل دول عاوزين نحبهم بكل الطرق لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. أمين.